البلد؟ كيف بتحكي لي بهالطريقة؟ ولد كيف بتقعد مع ست متجوزة؟ وشو عرفك انه متجوزي؟ لانه بايدك محمس وبايدي لا. هلا انت جاي تعطينا درس بالاخلاق؟ وانما المطعم والاخلاق ما ذهبت فانهم ذهبوا المطعم بطيء. عاد اي اخي يا راس اخ فضغطني حاجة تخبطني اي وين انت عم مين ضربك؟ ما ضربتني؟ يقول حق من الاول. شو هالحالة هذي؟ شو هالحالة؟ منيح اللي انقضت هيك ليلتها وباشت ما اجي خبر وقال لك كيف تكرني مع واحد غريب وكان قلق المشكل بالشكل. بقوسة بقدر فوت؟ لحظة مين طلع لنا هالزبون؟ ما بعرف يا سمير، أنا خايف يكون تذكر بهجت وتذكرنا وجاي له لبهجت منها. ولك هون المصيبة بيحلق المشكل على ما شيء. ما بعرف اسمع، ما بعرف شو بعرف يا إيمان. يلا رح افتح رافع. أهلا وسهلا، هون بيت بيت الست ريبة. لحظة العنوان معي. الست ريمة زوجة السيد بهجت تلت الخياط مقابل التلفزيون. يا عيني زي حضرته يشتغل عنا. هلا مشوف طريقة معه طول بالي. في حال غياب الست ريمة يخاطب زوجها السيد بهجت. اطرع الجرس مرة مرتين ثلاثة مرات، واذا الجرس لم يطرع اطرع الباب مرة مرتين ثلاثة مرات. اذا لم احد يفتح لك الباب معناته ان اهل البيت بالخارج. عض مرة اخرى. هل الست ريمة او موجودة او بخاطب زوجها بهجت او ما في حدا بالبيت بعد مرة أخرى؟ أنا ريمة. أهلا وسهلا. عفوا افتكرتك بهجت. حضرتك جاي تشتغل عنا؟ نعم، وبحب أعرفكم أنا بحب شو القصة؟ شو بيحكي بالورد؟ أنا بحب أعرفكم على حالي. أنا البتلر الجرسون. شو أنا شو بدي قلكم عن حالي؟ أنا شي رفع تميم تميم تميم، أخلاقي ما في منه، متعلم وأمي أبا عن جد جارسون. شو الحالة؟ بين ما برد بالمرة. هيدا الشي اللي بهمنا. شو القصة؟ أنا بحب أقول لك يا سيد يا صيرون إنه أنا من جهة الطبخ ما في مني بالعالم سيدة. من جهة الجلي متعلم تمام أبا عن جد، أمي كانت غسالة وأبوي بيجلي وأنا بجلي. بعدين من جهة ترتيب السفرة شو قصة هان؟ ليش كل واحد حاطط إيده على موجه؟ شو بيظهر يا ست ريما درست بوجهي؟ أنت يا سيد بدي أحكي معك، أنا من جهة الجلي شي فظاعة تمام، من جهة ترتيب السفرة أفظع وأفظع وهو حاطط إيده على حنطه. شو قصة تمام درس عم وجعه؟ تسمح لي أوصف لك دواء؟ لا شكرا ممنونة. أنت ست ريمة لا أوصف لك دواء لوجع الدراس. شكرا رح أبعث لك جوزي. جوزي؟ نعم. هيدا مين اللي فهم معي؟ هيدا ابن عمي. روح حضر السفرة والصحون بالخزينة. يلا عشي. والمطبخ؟ من هون. رح خلي بهجت يصحى تفاهم. شو قصتهم بهالبيت؟ شي عجيب اهل هالبيت. الصحون بالخزينة والمطبخ تمام بالخزينة. هيدي الخزينة وهيدي السفره
عرفت لحالي لخزيني. طالما انه قالت لي انه جيب الصحون من خزيني يعني توظفت والحمد لله. يا رب شغل حظي اللي علي كل ما اشتغل محل بكسر صحن ما بقى فيه طول عمري كل ما اخدم طاولة صفرة بمطعم الهفين ارسل صفحة ارسل صحن وصاحب المطعم يخصم حقنا علي. بالاخير صاحب المطعم فتح معمل الصحون على حسابه اخر شيء انكسر على 50,000 ليرة. طيب